بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله الله يرفع عنا هذه الغمة وهذا الوباء من كل الناس، وإن شاء الله يشافي المرضى في جميع أنحاء العالم. والله يسلمكم جميعا يا شباب. المحاضرة اللي هي يوم 23، يوم 24 الصير أعتقد، لا يوم 23 3، يوم 23/3 المحاضرة، اللي هي مأخوذة من شابتر 6. شابتر 6 إن شاء الله راح تصير محاضرتين، نشوف إن شاء الله. ناخذ الراندم نمبر. الراندم نمبر يعني هي الأرقام العشوائية، شو ناخذ من عندها؟ نريد نسوي لها جنريشن. شنو هاي الراندم نمبر؟ الراندم نمبر يعني رقم عشوائي، يعني مثل الأرقام مالت الموبايلات هي أرقام راندم نمبر. الأرقام مال الكارتات مال الرصيد أيضا راندم نمبر يولدوها، وهم يولدوها ضمن معادلة معينة. احنا أيضا راح ناخذ في الطريقة واحدة من عندهم ونولد هذا الراندم نمبر بهذه الطريقة اللي هي اسمها لينير كونجنريشن ناشونال كونجنريشنال، أو اللي هي اسمها الراندم نمبر وجنريشن. ايش راح يجي ياخذ؟ راح يجي ياخذ ال منا، السي منا، والجي منا، ويسميها ال سي جي. يعني هسه هي مشهوره بالال سي جي. طيب، بس هي هاي الاساس مالتها، الاسم مالتها اللي هي عباره عن سيكونشال زت 1 زت 2 زت، اللي هو فورمولا. هذه هي المعادله مالتها. المعادله يجي يشرح كل شيء هنا. الام اللي هو اللي يسموه المودلس، والاي اللي هي ملتبلاير، والسي اللي هي انكريمنت الزياده، والزت نوت السيد اللي هي القيمه اللي يبدي بها، والزت اي يسميه ريمندر الباقي، يعني حاصل قسمه في هذا عن هذا. طيب، هذا كشنو كله اللي هو نون انتجر، يعني مو نون نيجاتيف انتجر، يعني مو سالب، مو انتجر سالب. طيب خلينا نشوف هذا اكزامبل حلو بسيط. يقول كونسيدر، اعتبر ال سي جي انت تسوي بها، ومنطينا الام ومنطينا الاي ومنطينا السي ومنطينا الزت نوت. هي المعادله، اخذ هاي الخمسه جابها، هي يعني الاي وزائد 3 موجوده، والموديل ام 16، والزت نوت 7، وهي المعادله. سوى هذا الجدول اللي يمثل الارقام العشوائيه. الأرقام العشوائية شنو؟ نطلع هذه الزت اي، بعد أن نطلعها نقسمها على من؟ اي اللي هي هذا الراندوم نمبر. نقسمها على من؟ على الام. الزت اي على الام يطلع راندوم نمبر. يعني ايه الراندوم نمبر؟ يعني هذا الراندوم نمبر. يعني هذا الراندوم نمبر، هذا الراندوم. طيب، ناخذ أول وحدة. أول وحدة صفر، زت صفر اللي هي هيالها 7، اليو ما عندي، يعني أرقام عشوائية ما عندي. طيب الواحد، الواحد نحسبه. زقد الزت اي هاي زقد، نشوفه الزت اي 5، الزت نوت زقد، راح ناخذ زت 1 هنا، راح نعوض 1 هنا، اذا 1 ناقص 1 راح يصير زت 0. زت 0 زقد عندي 7، 5 في 7 35، زائد 3 38، 38 تقسيم 16 ب 2 ويبقى 8، العفو يبقى 6. ليش؟ لان 38 وهي 32، اذا ايش قد يبقى؟ هاي 38 تقسيم 16 2 والباقي 6، خليناها 6 هنا. الستة شو نسوي بيها؟ نستخدمها هنا. هاي 6 على ام 16 يطلع اليو، ايش قد اليو؟ 6 على 16 يطلع بوينت 3 7 5. زين، خلينا نشوف الاخر. راح نعوض 2 هنا، اذا 2 ناقص 1 راح يصير زت 1 هنا. زت 1 5 في زت 1 ايش قد؟ 6. هاي انا 5 في 6 30، زائد 3 33 تقسيم 16 يبقى ايش قد؟ 2 ويبقى 1، نعم بقى 1، 1 نقسمه على اليمن على 16 يطلع هذا الرقم. حلو، ناخذ 3، إذا نعوض هنا 3 ونعوض هنا 3 ناقص 1 2، إذا زدت 2، زدت 2 ايش قد؟ هي أنا زدت 2 1، إذا 5 في 1 5، زائد 3 5 زائد 3 8 تقسيم ام 16 ما بيها صفر،
والباقي ايش قد؟ باقي 8. نعم الباقي 8، 8 نقسم على 16 يطلع 0.5، اذا صحيح. وهكذا ونكمل نمشي 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 الى ان نوصل الى فد شيء انا كاتبك اياه. هو باو هنا بزت 17 صار رجعنا نفس القيمه 6.37. وينها 6.3؟ اذا صارت شنو؟ صارت سايكل بيريود يسموها، يسميها سايكل بيريود. ال 16 اللي سايكل بيريود خلصت، فاجا سايكل جديده، فش ايش صار عندي؟ صار عندي 0.37 جديد. طيب وهاي نفس الشيء ما يفرق ابدا. اذا ايضا واحد هنا واحد وبعدها 8 وهكذا. اذا نستمر راح يطلع لنا يكرر نفس الشيء، نفس الارقام شوي. طيب هاي الارقام من قلت صحيحه، اذا لازم شو نسوي لها؟ لازم نختبرها. شلون نختبرها؟ نختبرها بالكولموجروف، هذا مهم. خاف يعني محاضرات تخلص حتى احنا ماخذين الكولموجروف، وبعدين ناخذ الكاي سكوير. نجيب لكم عليه مثال المحاضره القادمه. هذا كاي سكوير، راح ناخذ هذا الكولموجروف. الكولموجروف تيست هو شخص روسي اسمه الكولموجروف سيميرنوف، ياخذ الاس والكي من اول حرف وسمى التيست هو كي اس تيست، معروف بالكتب كي اس تيست. طيب شنو بهذا الكي اس؟ هذا هو الكي اس تيست، هاي الستيب مالت الخطوات الالجوريثم. بس انت ما راح تفتهمها هسه اذا اشرح لك اياها، لازم اشرح لك الاكزامبل ونرجع عليها. طيب منطيني هاي الالفا اللي هي يسموها درجات الحريه، degree of freedom 0.05. we have 5 data points من ال LGC، يعني هسه احنا مولدنا ارقام. مثلا خلينا نفرض طلعت لنا هاي الارقام، 5 ارقام. هاي الارقام قلنا هي 5، قلنا هاي 1 2 3 4 5. اقل واحد جبنا هنا، اللي بعده اكبر، اللي بعده اكبر، اللي بعده اكبر، الى اخر واحد. اذا رتبناهم يسموه ان اوردر، وهاي موجوده بالحاسبات. سوي لهم اوردر يعني رتبهم من الصغير للكبير، رتبناهم بهالشكل. هذه هي اسمها الدنسيتي فانكشن مالت من مالت اليونيفورم. هذا اخذناه اليونيفورم، هذا اخذناه اليونيفورم. اذا هذه الدنسيتي فانكشن اجت ترتبت هنا. طيب هاي اي على ان شنو؟ هذا الاي واحد، الان الكلي 5، 1 على 5. طيب وبعد 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5، 5 على 5، يطلع 1. كلش بسيط. طيب هذا شنو؟ هذا هو هذا الاي ان ناقص هاي، يعني 0.2 ناقص 0.03 يطلع هاي، 0.4 ناقص 0.3 ايش يطلع؟ يطلع هاي. زين 0.6 ناقص هاي يطلع هاي، وهكذا الى ان 1 ناقص هاي يطلع. طيب طلعت ذني ايش راح ناخذ منهم؟ راح ناخذ منهم اعلى واحد اللي هو يسموه دي زائد، اعلى واحد، اعلى واحد هذا جبناه هنا. طيب زين هذا شنو؟ هذا هو نفس الدنسيتي هاي اللي هي هاي ناقص اي ناقص ان 1 على ان. طيب الاي هنا 1، 1 ناقص ان 1 0، اذا هذا تنزل نفسها هاي جت هنا. خلينا نجرب الثانية. الثانية هي 0.22 عوضناها هنا، ناقص 2 ناقص 1 1 على 5، 1 على 5 0.2. إذا صارت عندي 0.22 ناقصا 0.2 راح يطلع 0.02، وهكذا. إذا يطلعن كلهن وناخذ أعلى وحدة من عندهن اللي هي 0.14. طيب شو نسوي بعد؟ هذا هو الان اللي هو فري ديجري اوف فريدم اللي حكينا عليها، قلنا 1 2 3 4 5. احنا عندنا لو كان 6 ناخذ 6 7، لكن احنا عندنا 5. طيب نمشي على ديجري اوف فريدم هاي الخمسه، نشوف هاي الالفا ايش قد. الالفا انطيناها 0.05 ايش قد؟ هاي 0.05. نقاطعها ويا الان 5 يطلع لي هذا الرقم 0.565. اذا ايش صار عندي هنا؟ صار عندي هنا الدي ناخذ الماكسيمم من ال 0.27 و 0.1، ياهو الاعلى واحد اللي هو 0.27. اذا اخذ 0.27، هاي ال 0.27 اذا كان اصغر من الدي هاي الجدوليه اللي طلعناها من ديجري اوف فريدم فور ان يساوي 5 ديجري اوف فريدم، اذا هاي 0.565. هاي 0.27 اقل من عندها، اذا هي شنو؟ اذا هي ضمن الرينج.
إذا شنو؟ إذا الـ hypothesis الـ H not الـ هاي البيانات is not reject، يعني شنو؟ غير مرفوضة. يعني شنو غير مرفوضة؟ يعني مقبولة. يعني